مدينة جدة ولا الدرع في بركان ويمشي يدخل قسم جراحة العظام ويشوف خيرة الشباب. خيرة الشباب اللي كتلقى رجلو مشاكل اللي كتلقى رجلو معلومة. علاش كيقول لك انا وصاحبي على موطو ما كنتش داير بكاس ربي عطانا الموطو راه انا في هذا الموسم موصول هذا الهيكل منا كامل عظام وعضلات. الموطو اللي تحكي كيما عندنا هنا وبنادم باش يدير الخودة كيديرها للطو ولا كيحطها بين رجليه حتىش البوليسيه بدا يحطها يعني ماشي وعي يعني خوف. حنا جينا باش ما تخافوش بينا انا مجرد بشر عندي قلب ونظر انا غير بحالي بحالي احترم غير نفسك لحقاش حرم ما تحترم نفسك يحترمك الغير ملي انا غادي نشوف محمول الفيس اللي يطلب محمول الموطو جاي بواحد الوضعيه سليمه انا غادي يكبر في عينيا وغادي نحترم. بصح هذاك السيد الا هو ما احترمش نفسه ما يستناش واحد الغور غادي يحترم. راه احترام كديرو لنفسك انت البنت كتحترم نفسها والولد كيحترم نفسه. النهار اللي انت تقلل الاحترام على نفسك كن متاكد على انه حتى واحد ما غادي يحترمك من اقرب الناس اليك من ذويك باك وامك هما اللي ولدوك وما غاديش يحترموك. خوك وغادي يقلب عليك العفه وغادي يبقى يدفعك الهضره. علاش؟ لحقاش انت ما حطيتش نفسك في ديك المرتبه اللي خصك تكون فيها وما حطيتش ذاك الاحترام اللي خصك تكون عندك راسك. هذا هو الاسباب. مساله الاسباب والاسباب الوعي ديال الانسان. نبداو بكم انتم كراجلين. واش حنا الراجلين بعدا كنحترموا القانون؟ والله واحد فينا ما كيحتار بدلا من الكسوه وملي كنهضر الله يجازيكم بخير حتى التالي اللي غادي يعملوا شي تعقيب يعقب على الهضره ديالي. انا في الشباب ديالي واسع وصغير عريض قابل للانتقاد قبل النقاش. اللي باغي يناقشني مرحبا به. حنا كراجلين البنت كيف ما كانت البنت وكيف ما كان الولد قبل ما يتوافقوش كيصوب يكذب عليك اللي كيقول كينوض من النعاس ويخرج ديريكت وغادي للمدرسه. البنت ضروري خصها تزوق اللي كتزوق تزوق واللي دار مكياج خفيف دير مكياج خفيف واللي تشوف راسها دير الفوناره تعدل راسها وتشوف في المرايا وكاين شي وحده اللي حتى يخرج يضرب واحد السير بيه يسوق راسها عرفت خارجه هذه لا نقاش فيها ولا شيء. الولد نفس القضيه خصو يخرج كيبقى يهضر مع الولاد ديالنا كلشي كيقولوا البارح كاين كبير كيسال خصو يشوف بويجه زينه نقيه ويخرج ويشوف في المرايا واللي ما دار والو كاع حتى يمسك واحد شويه جيب يضربها في شي خارج عاد يخرج برا. هذه الجريمة يا عم انا هذاك الوجه اللي كتسوق فيه وذاك الوجه اللي انت كتسوقو حافظ عليه غير في الزنقه باش ما يتشرحش. خلي ذاك السواق اللي سوقته باش يقعد سواق لحقاش الا خرجت برا وطحت مشى ذاك السواق مشى لك ذاك الوجه اللي الله سبحانه وتعالى صورك وفي احسن صوره خلقك. لا يمكن تمشى بنية بحال هذه. اغلبيه ديال البنات كيتمشاو هما دايرين بوجوههم هكا تمشاو بالطرف ديالهم دايرين تمشاو هكا. وهذه الملاحظة اللي كنقول لكم اليومية اللي حنا عايشينها. الحركة اليدوية عندنا لا إرادية، الرمش لا إرادي. تجيني دبانة بلا ما نحس كندير بيديها. حتى أثناء السقوط من نكون نتمشى هنا طريقة، إلا كاع عقب بهذه الطريقة أول حاجة اللي كنديرها هي كنمد اليد ديالي. ملي نحشي يدي في جيوبي واش غادي نمد؟ نمد كمالتي، مشى. كاع داك اللي كنت نسوقو مشى. وكاين المشكلة اللي البنات